فأنا بقول إن هناك مؤشرات بتقرب الإنسان من الله عز وجل، وهناك أعمال وأفعال معينة بتقرب الإنسان سواء كان عاصيا أو كان مطيعا لله عز وجل، تقربه أكثر من الله عز وجل. فده شيء مهم جدا وضروري جدا لكل مسلم، أعمل إيه علشان أمشي في هذا الطريق، طريق الإيمان وطريق الصلاح، أعمل إيه علشان أبعد عن الذنب؟ يا ترى مثلا أكثر من الصلاة، من مثلا العمرة، من الحج، من مثلا عمل الخير، من مجالسة الصالحين، من الاستماع إلى العلم، من حفظ القرآن، يعني نقول له إيه؟ نقول كل شيء من العبادات بيمحو الذنوب، يعني مثلا الوضوء، إذا ما توضأ العبد كما أمره ربه جميل خرج الذنوب خطاياه وذنوب كلها، كما يعني كما يخرج الماء من في السقاء. جميل جميل جميل. يعني تتصرف يعني، كثرة الوضوء ممكن تؤدي للإنسان إلى أنه يقترب من الله عز وجل. هل أدلكم على ما يرفع به الله الخطايا ويمحو به الدرجات؟ على ما يرفع به الدرجات ويمحو به الخطايا؟ قلنا نعم يا رسول الله. قال اصبغ الوضوء على المكاره، كثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ده ربنا يمحو به الذنوب ويرفع به الدرجات في الجنة. كمان المتابعة ما بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما تنفي النار وخبث الحديد. بالنسبة للتوبة، بالنسبة للرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. بالنسبة بقى إنه لو عاصي، لو إنسان عاصي يعلم، لو كان عاصي ربنا عمال يرزقه ويفتح عليه، فده استدراج له. استدراج يعني سنستدرجهم من حيث لا إن العبد إذا رأيت العبد عاصيا لله والله مقطرا في رزق، فاعلم أن ذلك استدراج. قال الله تعالى حتى إذا فرحوا بما أوتوا، حتى إذا فتحنا عليهم باب، حتى إذا فرحوا بما أوتوا، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فجأة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. يبقى والحسنة نور في الوجه وضياء في القلب وسعة في الرزق ومحبة عند الله وعند عباده، لمكن السيئة والمعصية ظلام في الوجه، ظلام في القلب، ضيق في الرزق، بغض عند الله وعند عباده. يعني سيادتك تقصد هو الإنسان لابد أن يكون متعلقا الله عز وجل. وأنا برضو فيه حاجة مهمة بحب يعني أكد عليها دائما، خاصة لأبنائنا من الشباب الصغيرين، أنه يا ابني ابعد عن أصحاب المعاصي، ابعد عنهم. يعني مثلا في زميلك مثلا بيشرب سجاير، ابعد عنه. مظبوط. يعني ما تصحبوش. نعم. زميلك مثلا بيعاكس البنات، ابعد عنه. واعتبر ان دي حسن تربيه، واتبع يعني سبيل من اناب اليه. الله يكرمك. اسلك طريق الصالحين. تمام تمام. واود ان اختم بمقاله مشهوره. يعني اتفضل. مقاله يعني مأثوره عن بعض الصالحين، يعني خلاصه لما ذكرناه في الدقائق المعدوده. نعم. يقول بعض الصالحين: ويحي نفسي باي شيء لم اعص ربي، ويحي انما عصيته بنعمته عندي، ويحي من خطيئة ذهبت شهوتها وبقيت تبعتها عندي، ويحي كيف أنسى الموت ولا ينساني، ويحي إن عجبت يوم القيامة عن ربي، ويحي إن عجبت أي أنا يوم القيامة عن ربي، ويحي كيف أغفل وهو لا يغفل عني، أم كيف تهنئني معيشتي واليوم الصقيل ورائي، أم كيف لا تطول حسرتي ولا أدري ما يراد بي، أم كيف يشتد حبي بدار ليست بداري، أم كيف أجمع بها وفي غيرها قراري، أم كيف واسرها وقد أضرت من آثرها قبلي، ويحي هل ضرت غفلتي سواي، أم هل يعمل لي غيري، أم ضيعت حظي، ويحي كأنه تصرم أجلي، ثم عاد ربي خلقي كما بدأني، ثم أوقفني وسألني، ثم شهدت الأمر الذي أذهلني، وشغلت بنفسي عمن سواي، وصارت الجبال وليست تعمل مستعملي، من قدرة النجوم وليست تطلب ما عندي،
وشاب الوليد وهو أقل ذنبا مني، ويحي ما أشد حالي وأعظم خطري، فاغفر لي اغفر لي واجعل طاعتك هامتي، ولا تعرض عني يوم العرض، ولا تفضحني بسرائري، ولا تغزلني بكثرة فضائحي، بأي عين أنظر إليك وقد علمت سرائري، وكيف أعتذر إليك إذا ختمت على لساني ونطقت جوارحي بكل الذي قد كان مني. إلهي أنا تائب إليك فاقبل ذلك مني، ولا تجعلني لنار الجحيم وقودا بعد توحيدك وإيماني برحمتك يا أرحم الراحمين. دكتور محمد أنا أحبك في الله. الله يبارك فيك. وشكرا جزيلا، شرفتنا والله، بارك الله فيك، ويتعدنا أن احنا نتشرف بك كده دائما إن شاء الله. الله يبارك. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أنه هذا اللقاء كان لقاء مثمرا، وكان لقاء طيبا مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الفتاح